أخبار اليوم. اتمنى من كل قلبي ان اي رياضي يعرف البدايه والنهايه عشان خاطر كل واحد فينا يخلص في عمله ويجتهد. كان رمز التحكيم المصري حقيقي، تعلمنا انه كل حاجه. كابتن حسام نموذج للحكم المحترم اللي بيحافظ على اسمه وسمعته وشرفه. بقول للكابتن حسام انت ربيت اجيال كبيره من الحكام في مصر، واعتقد ان الاجيال دي هي النهارده اللي جت وقفت مشاهدتك كابتن حسام، كنت بتعلمنا ان احنا نحب بعضنا، والحب فعلا اصبح في كده. بنقول برضو لكل رياضي وكل واحد في الدنيا هي دي نهايه اي رحله، نتمنى له الرحمه ونتمنى للتحكيم المصري من بعده انه يخلده ان شاء الله. ربنا يرحمه ويسفر الفيلم ويعني يخلف علينا خير في مماته، ويعني الهم اهله واولاده وزوجته صبر وسلوان. شخصيه جميله وعظيمه، افتقدناها بالشكل، ركن كبير في التحكيم.